السلام عليكم، أنا دكتور أحمد ناجح، أخصائي جراحة عظام والمفاصل. حابين اليوم نحكي معاكم عن أسباب خمول الجسم وألام العضلات والمفاصل عامة. بالعادة بيكون السبب الرئيسي وراء هذا الموضوع هو ضعف الكتلة العضلية وقلة الرياضة عند الأشخاص المصابين بهذا الموضوع، واللي خاصة بيكون بيعتمد حياتهم على العمل المكتبي لفترات وساعات طويلة. بعض العوامل تؤثر على الموضوع مثل نقص الفيتامينات الرئيسية أو المواد الغذائية الرئيسية مثل نقص فيتامين د. هاي الشغلات كلها بالإضافة إلى ضعف الكتلة العضلية هي أسباب رئيسية للخمول العام والإجهادات الدائمة في الجسم. ننصح مرضانا دائما بممارسة الرياضة المنتظمة، الحركة الدائمة، وعدم الاعتماد على الراحة والخمول حتى في أوقات وجود الألام أو أوقات وجود الخمول. الأساس هو التمارين وتعويض المواد الغذائية والعناصر المهمة الموجودة في الجسم اللي ممكن بعض الأشخاص يكون في عندهم نقص كبير فيها. نتمنى دائما لمرضانا السلامة الدائمة، الحركة الدائمة، الرياضة الدائمة، ومراجعة عيادات الاختصاص في حالة الشكوى وفي حالة استمرار الأعراض لديهم. وسلامات للكل.